عايز اروح بقى لبدايه احمد السيد مع النادي الاهلي. احمد السيد يعني من ابن من ابناء النادي الاهلي من قطاع الناشئين. انضميت ازاي؟ اختبارات ولا كان لا أنا النادي الاهلي شافك في مكان؟ انا كنت ناشئين نادي النيل. نادي طبعا النيل. نادي النيل يعتبر كان زمان بيسموه الاهلي بيه، خصوصا ان كان بقى الفرقه بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الفرقه دي السن ده كانت اتلغى، الفرقه كلها راحت نادي النيل، لعبت باسم نادي النيل. مظبوط. عشان السنه اللي بعدها يرجعوا تاني. فنادي النيل طول عمره بيتعامل بالمنطق ده مع النادي الاهلي. انا كنت بلعب في نادي النيل من وانا عندي 8 سنين، وكنت انا صغير كان جسمي فارق قوي، يعني فارق عن سني، كنت طويل، فكان الناس بتفتكرني ان انا مزور، يقول لك ده مش سنه. فبدا اسمي يتردد كتير مع انديه اتحاد عثمان، مقاولين، النادي الاهلي. بدا كان كابتن عماشه طبعا هو بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ليه الفضل عليا، اتكلم اختبرت كذا مره. وكان الاختبارات زمان كانت صعبه شويه، انت بتختبر في بالظبط ملعب، فاكر الملعب اللي كان في اللي هو مكان الجنينه دلوقتي اللي في التتش، في الجزيره. كانوا بيقسموا الملعب ده مثلا ملاعب صغيره، فطبعا بيبقى ناس بقى كل واحد بيبقى صغيرين، وكل واحد عنده حماس، اللي جاي مثلا من الارياف، جاي مش عارف من الصعيد، فطبعا تبقى انت كله بيخش على بعض وكله بيجري ورا الكوره. سيبك تكمل، فاكر الصوره دي؟ طبعا دي احنا ماتش القطن 2008 واحنا في القطن الطياره، الكاميروني دي. القطن الكاميروني. كنت انا وفلافيو جيلبرتو. جيلبرتو فلافيو. دي كان من البطولات الغاليه برضو، لان انت كنت معانا هناك، الاجواء كانت صعبه جدا، طبعًا والجو طبعًا كان حر جدا. جروه دي اللي هي في الكاميرون، الشمس كانت صعبه جدا، هم ضغطوا علينا الملعب كمان، ارضيه الملعب كانت صعبه. هم بعد شوي. ما احنا كان 1-0 لينا، هم بقى 2-1 ضغطوا، واحنا بدانا نتعب، وكان الماتش صعب جدا. فكانت بطوله صعبه جدا يعني. حقيقه. اسيبك تكمل بقى، اقول يعني كابتن عماشه خلاص رشحك ورحت اختبارات النادي الاهلي في الجزيره. لا، بعد كنا الاول بياخدوا الناشئين كلها، بنروح النادي نختبر. بس الاختبار كان بيبقى صعب شويه، لان انت بتبقى في وسط ناس كتير، وكل واحد عايز يثبت نفسه، عارف السن الصغير بيبقى فهمه مفيش تمركز. هو عايز يجري في كل حته عشان يثبت ان انا كويس، وياخد الكره من زميله. يعني كنت مثلا ماشي بالكره على واحد يروح زيقني واخدها منه، عشان هو يبان ان هو كويس، فانت خلاص. فنادي اتحاد عثمان رحت قعدت معاه كده كفتره معايشه فدوني، وكان عايزين يخلصوني. فزمان انت عارف كان القصه بتخلص بالمقايضه، يعني كور طبعا. ما كانش فيه المبالغ دلوقتي، ما كانش فيه فلوس خالص. شوف ناشئ بيدفع فيه 200,000 و300,000 ومليون جنيه. طبعا. لا، كان زمان كور، يعني مثلا النادي احنا عايزين مثلا ايه، كور، عايزين مثلا ادوات اقماع، عايزين الحاجات دي. كان اختلاف في شويه حاجات، فكابتن عماشه كلم كابتن خالد جدله وكابتن ضياء الساك، كانوا ماسكين الفرقه بتاعتي اللي هي تحت 14 سنه. كلمه قال له انا احمد اللي انا قلت لك عليه ده رايح اتحاد عثمان. قال له طب انا عايز اشوف الملعب. نزلت اول تمرين معاهم، الحمد لله عملت تقسيمه كويسه. بعد التمرين راح كابتن خالد نداني، خلى عم جمعه الله يرحمه ناداني، كان الاداري، وقال له قال لي كابتن خالد عايزك، قال لي انت كويس واحنا عايزين الورق بتاعك. كابتن خالد جد الله. كان ماسك مدير جدالله. فني، وكان معاه كابتن ضياء السيد. عايز اتكلم عن جيلك بقى في الناشئين، ما شاء الله فرقه احمد السيد يعني من الفرق اللي انضم منها عدد كبير. جه اول للفريق الاول. انت كنت بتمرن معانا على طول، بتلعب معانا الماتشات. انا بصعد معاكم دايما. صعد معانا على طول. طبعا كابتن مختار كان بيموت فيك يعني. كان انا، هاني سعيد، اشرف ابو زيد، ياسر علي، احمد بلال، احمد صلاح حسني، ابراهيم سعيد. لا، ده احنا اقول لك اللي حصل بعد كده. دول اللي هم 79. احنا مواليد 80. كان مواليد 80. فجي السنه اللي بعدها عملوا دمج للفرقتين اللي هو 79 و80. اختاروا العناصر المميزه من هنا ومميزه من هنا. كان كابتن مختار ماسك الفرقه. انضمينا بقى مع حسن مصطفى، مع زياده بقى، ابراهيم سعيد، جود، احمد صلاح حسني، محمد فضل جالنا، كل دول، حسام غالي اما جه كان ساعتها جاي من كفر الشيخ، وانت كنت تنضم معانا الفتره دي. فالفرقه دي اما عملوا دمج، الفرقه دي بقت قويه جدا، وتصعد منها يعني ما يقل عن 10 تصعدوا فريق اول. ده رقم كبير طبعا، 10 من فريق طبعاً واحد طبعا، ده انجاز. ودي كانت الميزه في الجيل بتاعنا،